بصح وزير اعلام قال لك المحللين اللي راكم تجيبوهم الزبل، قريب قالها لكم هكذا، قال لكم الزبل لا علاقه بالكره. اعتقد بان الركراكي نسي المعركه الاساسيه في هذه الكاس الافريقيه، وهي الفوز بكاس امم افريقيا الغائبه عن خزائن المغرب منذ تقريبا نصف قرن، يعني منذ 48 سنه المغرب لم يفوز بكاس افريقيا. الركراكي نسي هذه المعركه الاساسيه وراح يدخل في معارك جانبيه، اولها معركه مع مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطيه، دخوله ايضا في معركه مع الجماهير العربيه بعدما قام بتلك التصريحات المجانيه. لذلك اقول لوليد الركراكي عليه ان يراجع نفسه ويراجع تصريحاته. ثقه زايده محمد، وهناك ايضا كانت هناك غرور زايد. الوجه العلمي كنيادر ديجا الدرجه الاولى مع بدء عمود الهدف، رغم فشل الركراكي في الوصول الى الدور نصف النهائي على الاقل وخروجه في الدور الثاني من نهائيات كاس افريقيا، الا انها ابقت عليه وجددت فيه الثقه اعترافا منها لما قدمه الركراكي للمنتخب في كاس العالم حين اوصله الى الدور نصف النهائي. اذا مثل ما فعلت الجزائر في 2022 عندما فشل بالماضي في التاهل الى الدور الثاني من نهائيات كاس افريقيا وخرج في الدور الاول، ثم بعد ذلك باشهر قليله اقصي من نهائيات كاس العالم، لم تعمد الفاف الى اقالته بل تركته يواصل العمل ومددت له عقده الى غايه 2026. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. لذا نخليكم تسمعوا فيه لأول تعليق في الإعلام الجزائري على القرار ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتجديد الثقة في الناخب الوطني وليد الركراكي رغم الخروج من الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار. الإعلام الجزائري في التعليق ديالهم كأنهم يقولون بأن فوز القجع يطبق ما يفعله الاتحاد الجزائري لكرة القدم. قال لك حنا في 2019 دينا كأس أمم إفريقيا وفي النسخة لمراف الكاميرون خرجنا من الدوري الاول، رغم ذلك قال لك الاتحاد الجزائري جدد الثقه في جمال بالماضي. قال لك وهذا ما حصل مع وليد الركراكي. قال لك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الانجاز اللي حققه وليد الركراكي في مونديال قطر بالحصول على الرابع عالميا، قال لك والخروج من الدوري الثاني من كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار، قال لك خلى الجامعه انه تزيد عطي الثقه وجدد الثقه مع وليد الركراكي كمدرب للمنتخبيه الوطني المغربي. لكن واحد الضيف كان عندهم تما في البرنامج هما كاع بحال بحال، ولكن هذا قال لهم لا، العلاقه كاينه علاقه طيبه ما بين وليد الركراكي والرئيس ديال الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع، وهذا الشيء ما كانش في الجزائر، ما شفناش شي علاقه مع بالماضي وكذلك الصادي والحتى الرؤساء السابقين اللي كانت واحد العلاقه متوتره ما بين بالماضي والرؤساء ديال الاتحاد الجزائري لكره القدم. في ظرف 5 سنين يعني تقريبا شي 5 ديال 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 الرؤساء اللي فاتوا على الاتحاد الجزائري لكره القدم، والغريب في الامر ما عمرنا شفنا شي رئيس اتحاد كره ديالهم كيمشي للتدريب، كيمشي مع المنتخب، كيمشي مع البعثه ديال المنتخب، كينزل مع المنتخب الأرضية الميدان. احتاج ولي الصادي وكأنه استفاد من فوز القجع. وتكلموا أيضا على المباراة ديال الكونغو وكذلك المغرب والأحداث اللي وقعت في تلك المباراة، هما رجعوا للوراء، الناس استقصات اللي مشى الناس راه كتخدم على المسابقات القادمة مستقبلا، هما خرجوا كيتكلموا ومعاهم واحد المحلل مصري لا يمثل الإعلام المصري ولا المحللين المصريين. تعودنا من الإعلام المصري كيتكلم بكل موضوعية وبكل شفافية وحيادية، هاد المحلل جابوا عندهم حتى هما البلاطو راهم يفلسوه، حتى هو ولا كيتكلم كما الاعلام ديال شنقريحه، رغم ان الوزير عطاهم واحد الدرس ووصفهم بالاعلام الكذاب وعطاهم درس كبير في التحليل، الا انهم دائما كيجيبوا المعلومات غالطه. اليوم وقالها لهم الوزير، قال ما ودي حاولوا ما امكن انكم تبحثوا على المعلومه عاد خرجوا تكلموا. اليوم كيقول لك يا ودي وليد الركراكي المشكل ديالو في الاروقه ديال الكاف وفي المحكمه ديال الكاف اللي وقع له في المباراه ديال الكونغو، وهما ما عارفينش بان الاتحاد الكونغولي لكره القدم خرج بواحد البلاغ وقال بانني طويت الملف ديال الاحداث اللي كانت في المباراه ديال المغرب وكذلك الكونغو. وخرجوا كيتكلموا ايضا على التصريح ديال وليد الركراكي مره اخرى اللي قال بانني امثل المغرب وليس العرب، يعني ما فهموا السيد غلط، لا حول ولا قوه الا بالله، رغم الوزير خرج هضر معاهم الا ان هاد الناس ما عمرهم غادي يديروا